مباحثات بايدن في لندن سوف تركز على الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى جهود الحشد لتشكيل تحالف دولي ضد العملية الروسية في أوكرانيا. ما التفاصيل لديك؟ هذا هو العنوان العريض لهذه اللقاءات بين بايدن، أو لهذا اللقاء بين بايدن وريشي سونك، والذي سوف يبدأ بعد قليل، بعد أقل من نصف ساعة من الآن سوف يصل إلى هنا إلى البريطانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاستعدادات واضحة لاستقبال الرئيس الأمريكي الذي من المنتظر أن يصل بعد 30 دقيقة أو أقل إلى هنا، ويلتقي داخل مقر الحكومة برئيس الوزراء ريشي سوناك لمناقشة أزمة أوكرانيا، الحرب في أوكرانيا. هذا من جانب، هذا جانب هذا اللقاء. هناك لقاء آخر للرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك تشارلز الثالث، سوف يعقد في قلعة وينزر، وهذا اللقاء سيكون لمناقشة قضايا المناخ وأزمة المناخ العالمي. على أي حال، هذا اللقاء المنتظر للرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء البريطاني هو الأول في 10 داونينج ستريت بين الرجلين، الخامس بينهما في عدة أماكن سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية حيث زارها مؤخرا قبل أسابيع ريشي سونك، أو في لقاءات دولية. إذا ما تحدثنا حول أهمية هذه الخطوة لبايدن وهذه الزيارة لبايدن، خاصة أنها تأتي قبيل عقد اجتماع لحلف الناتو، هذه خطوة هامة. بايدن أو الإدارات الأمريكية بشكل عام دائما ما تنظر إلى لندن، إلى بريطانيا باعتبارها الحليف الأقرب للولايات المتحدة، وهذا متبادل بين الجانبين. بايدن أول زيارة خارجية له عند فوزه بالانتخابات كانت إلى بريطانيا، واليوم يزورها للمرة الخامسة، وهذا رقم كبير في الزيارات. هذا يؤكد عمق العلاقات والاتفاقيات أو التناغم بين الجانبين في القضايا العالمية. على حال في نقطة أوكرانيا هناك خلاف بسيط بين قوسين في المواقف، وريشي سونك لم ينتقد بايدن صراحة. القضية هي قضية القنابل العنقودية. قبل أيام الإدارة الأمريكية أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية. هذا السلاح وهذا النوع من الأسلحة هناك اتفاقيات دولية تحظر إنتاجه وتوريده. بريطانيا موقعة على هذه الاتفاقية. ريشي سوناك عند التعليق على هذا الموضوع قال إن بريطانيا واحدة من 123 دولة وقعت على حظر انتشار وتصدير هذه الأسلحة. لم ينتهي الإدارة الأمريكية، لكنه تمسك بالتزام بريطانيا بالتوقيع على هذه الاتفاقية. بالتالي هذه النقطة سوف تكون مطروحة في خضم هذا العنوان العريض، أزمة أوكرانيا بين الرجلين، لكنها لن تكون صدامية، وهذا المؤكد، وهذا ما ينظر إليه جميع المتابعين والمحللين. أيضا نقطة أخرى فيها تباين في وجهات النظر بين الجانبين، وهي منصب الأمين العام لحلف الناتو. بريطانيا ترشح بن والاس وزير الدفاع البريطاني لاعتلاء المنصب باعتباره هو من قاد هذا التحالف العالمي حول أوكرانيا، وهو المحرك الأبرز لكل هذه التحالفات. بالتالي بريطانيا ترى أنه المناسب لاعتلاء هذا المنصب، في حين أن المعلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية تريد تعيين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين لاعتلاء هذا المنصب. على أي حال، بعد قليل سوف يصل جو بايدن إلى هنا لبدء اللقاء الثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. معك بكل تأكيد عمر بشير مراسل الغد، كنت معنا من لندن، أشكرك شكرا جزيلا.